حبستونا وقهرتونا حبستونا وقهرتونا والماء والضوز زدتونا والماء والضوز زدتونا من الوعود ملينا ومن الوعود ملينا ساري المشدينا ساري المشدينا وعلى الزينة واحتجينا وعلى الزينة واحتجينا وفلوس كوفيد اللي بغينا وعلى الزينة واحتجينا تعود كوفيد اللي بغينا قرصونا وحقرتونا من الموضوز زدتونا لا للقهرة والتهميش بغيت حقي بلا صبر عيش لا للقهرة والتهميش بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حنا سائقين المهنيين ديال النقل الدراسي بفاس منضوين تحت لواء نقابه اتحاد عمال الديمقراطي للمغرب. جينا نوقفوا هذه الوقفه احتجاجيه استنكاريه لما يقع للسائق المهني من الحيف والضي اللي وقف عليه نظرا للوعود اللي عطاتنا الدوله وما شفنا منها حتى شي حاجه. اخر بلاغ خرج لوزير التربيه والتعليم بان السائقين والمرافقات غادي يستافدوا من صندوق كوفيد، ولكن من بعد ما شفنا حتى شي استفاده ما استفدناش. الدراسه المدارس ديالنا مدورين وجههم علينا، الدوله ما عطاتنا حتى شي حاجه. حنا سائقين مهنيين اجراء يطبق علينا القانون، يطبق على جميع الاجراء اللي موقفين على العمل، حتى حنا موقفين على العمل. كيقول كتقول لنا الدوله بان حنايا المقاولات ديالنا نشيطه، ولكن حنا المقاولين ديالنا ما تيبغيوش، يقولوا لنا بانهم ما واقفين على العمل. حنا بقينا بين مطرقه المدارس وسندان الدوله، ما عرفناش الوجهه ديالنا شنو هي، مع العلم ان دخول المدرسي في شهر 9 ما غير واضح المعالم. السائق المهني والمرافقه الى اي مدى غادي يبقوا يعانيوا هذا الشيء؟ هذه تقريبا 150 يوم ولا خلاص لا حتى شي حاجه. ما عرفش هاد المسؤولين هاد السلطات عين ما نديروا وقفه احتجاجيه قدام المدارس. كان بالوسط ديالنا المسؤولين مازال ما جاوبنا حتى شي واحد، ما عرفناش علاش. وحنا راه شريحه كبيره في المغرب كنأدي واحد الدور كبير، الدور ديالنا هو راه ماشي ثانوي بل رئيسي المدارس، ولهذا كنتمناو السلطات تدخل في اقرب وقت. حنا كنعانيو، حنا مرينا واحد الظروف قاسيه ماديه، فيها عيد صغير وفيها العيد كبير وفيها رمضان، ما كاين حتى شي استجابه. وحنا شريحه كبيره كما قلت وكنأدي واحد الدور رئيسي في المدارس، بلا بينا ما يمكنش تكون دراسه خاصه. ولهذا قلنا جد المسؤولين قام مقر العماله، كنتمناو من المسؤولين يلتفتوا لنا. صندوق كوفيد راه كما عود الناس الاخرى يمكن يعودنا حتى حنا، وحنا راه حنا زعما كنتسناو، كانوا كيقولوا قبل العيد ما كانش، دابا كنتمناو مور العيد تكون شي حاجه. كنوصلوا هذه الوقفه الاحتجاجيه سلميه، وانتم كتشوفوا بالتباعد الجسدي وباحترام جميع المعايير ديال السلامه الصحيه والشروط الوقائيه باش نوصل الصوت ديالنا بكل شفافيه وكل. انا اللي ما شفتش معنا الدوله راه ما عادش اللي يشوف معنا. السلام عليكم، معكم فاطمه الزهراء الادريسي من مجموعه مدارس ملائكه فاس. انا تنخدم تمايا وكنهضر بصفه عامه على المرافقات اللي كيخدموا معنا واللي في المغرب على صعيد المغرب كامل. دابا حنايا ما تخلصنا شيء من شهر 3 وعندنا ظروف خاصه، الماء الضو الكرا الدراري المسؤوليه ومازال ما توصلنا. كنطلبوا من المسؤولين حيت ما داروا لنا حتى شي حل، واخا صيفطوا الاكاديميه واخا صيفطوا كتبوا الاسماء ديالنا، ولكن ما استفدناش قبل العيد. ولهذا تنطلبوا منهم يشوفوا فينا ويشوفوا اننا تضرينا بزاف، هادشي علاش خرجنا درنا هاد الاحتجاجات. وتنطلبوا وعاش سيدنا، الله يبارك في عمر سيدنا، الله يطولنا في عمره، ونتمنى انه توصلوا هاد الرساله ويشوف فينا ويهضر مع المسؤولين، وشكرا بزاف. السلام عليكم وتبارك الله عليك، اذا ما صيام مزيان اخويا. المشكل اللي كتعاني هاد الشريحه من السائقين والمرافقات والعيالات ديال الميناج، هذا من شهر 4 اخويا وحنا جالسين لا خلصه لا خلاص لا من يسول فينا. يعني احنا التزمنا بالحجر الصحي وما بغينا نديروا مظاهره ولا وقفه ولا هذه ولا هذيك، يعني امتثالا للاوامر ديال السلطات. ولكن اخويا راه من شهر 4 ما تخلصنا، ما يعني كل شيء تخلى علينا. المدارس يقول لك كوفيد كيقول لك المدارس ما وصفوش الشروط اللازمه، وبالتالي احنا ما تخلصناش. يعني واحد الشريحه كبيره، واحد العدد
ديال الناس او الاغلبيه ديال الناس. هاد الناس اللي كيبان لك الاغلبيه ديالهم ما عيدوش، يعني حنا ما شنو الذنب ديالنا؟ حنا كنا خدامين بخير، ما كاين حتى مشكل. انا مثلا عندي خمسه الوليدات امهم وانايا. تصور من شهر 4 ما خدمت، خاصني الماء، خاصني الضوء، خاصني العيد، المدارس هي غتحل، خاصني فلوس وليداتي، يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكنناشد جميع السلطات باش يشوفوا من الحال ديال هاد الاخوان ويشوفوا شنو هو المشكل ديالنا فين كاين، لان ما نبقاوش ضايعين ما بين المدارس وما بين لاسينيسيس وما بين الصندوق ديال كوفيد. كل واحد تيعطي واحد المساله ديالو وكيتبرأ منا. حنا شنو ذنبنا؟ حنا كنبقاو بحالنا بحال المواطنين كاملين مغاربه، ما عندناش شي مشكل درناه بيدينا. حنا خدامين، جلسنا ينصفونا الله يجازيهم بخير. انا مرافقه من مدارس خاصه، كنطالبوا بهاد الوقفه الاحتجاجيه اللي درنا اليوم، هي ان كنطالبوا بالحقوق ديالنا من الصندوق اللي اسس سيدنا محمد السادس نصره الله. كنطلبوا حتى حنا نستافدوا منه، فهمتي؟ لان ما من شهر 3 ما تخلصنا ما والو، والحاله مزريه، يعني ما عندنا حتى شي حاجه باش نصرفوا باش نخلصوا، راه باش حيت كاريين باش حتى العيد ما لقيناش باش نعيدوا، فهمتي؟ راه بزاف ديال الامور، يعني الوضعيه سيئه.